هلا هلا يلا ما الذي مثل مشيك المعتدل؟ امشي الهوينة وتجيب الأول. ما شاء الله ما شاء الله. يلا حي. هلا والله. ايش هلا والله، هذه الشعثة بالبقل والمكسرات وسمن العرابي. تبارك الله بسم الله. التمر هو الأساس. ما شاء الله الله يجزيك خير. ما شاء الله. ربنا صار في اجتماع ما في صار شيء الا صار بصدير. اثناء زياره منجمه الذهب فاجأني مدير العمليات وقال لي يا ابو عبد الله نبيك انت اللي تسحب الذهب من الفرن الى القالب او قالب السبيكه. لبست اللباس وتوكلت على الله وسحبت الفرن وصب الذهب في القالب. فاجأني بسؤال قال لي ما هو شعور وانت تسكب الذهب؟ انت اسكب ذهب؟ اي ذهب؟ انا ما سكبت ذهب، انا سكبت عرق جبين الجيولوجيين والعمال والمهندسين الذين جلبوا الصخرة وكسروه وأذابوا وأخرجنا من الذهب. مرحبا زرع فيها تقريبا 140 ألف شتلة من النباتات المحلية. طبعا هذا منتزه يلا باء المجاور الآن له منتزه يلا ألف، سوف يزرع فيه 160 ألف شجرة في مبادرات مع الشركة الوطنية. كما تشاهدون الآن طريق الرياض الرين إن شاء الله مع الزراعة الجديدة بيكون المنطقة هذه كلها إن شاء الله خضراء في مبادرة السعودية الخضراء. طبعا بفضل الله تم اعتماد لهذا المكان مبنى إدارة
إنشاء تقريبا 60 مظلة أو 80 مغطاة و20 مكشوفة. خير وكثر الله خيركم وبارك الله في جهودكم وشاكرين حسن الضيافة والاستقبال وجه. فرح أمام ملايين أنعم وأكرم أرحبوا مرحبا ملايين أرحبوا مرحبا. جنة الخلد للعود آمين. اللي جمع بمره شتات العبادي عبد العزيز اللي بعد حكم السعود حاكم وحكم عاد العلم الوكادي سلام. كنا من أول بين ظاهد ومظهود كنا من أول بين ظاهد ومظهود ومتفرقين أحزاب حضر بوادي ومن حكم أبو تركي تبين بين الزود ولا من عم وساد في كل وادي ورث لنا سلمان وسلمان معهود عن هالحزم والراي دايم سدادي سكر على الحوثي بصبات والسود بجنودنا اللي ويلهم من يعادي هم يسهرون الليل وحنا بورقود وحنا نروح وهم ما من ابعادي ميت ومن اللي مات والخلد موجود واللي بقى يبقى فخر لبلادي يا ربنا طالب ومن جودك الجود عم الامن والخير يا خير هذا يا مرحبا يا مسيا يا مرحبا هدية لك جزاك الله خير هذا شرف لي وشرف لنا أن أنا في هذا المكان وجزاك الله خير أنا شرف لي اللي جابكم اليوم والله كتر خيركم وأنتوا اللي تفضلتوا علي وقبلتوا دعوتنا وجيتونا ومرحبا ملايين الله يحييكم هذا شرف لي الله يكتر هذا شرف دخولكم أصلا عندي هدية أكبر هدية حرصت عليها فاكينا الحين لها 24 ما شاء الله في الطل 850 مليون متر مكعب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في هذه اللقطة المباشرة من سد وادي بيشة. بحيث لما تمشي تكون كل الصدمات هذه هذا يمتص زي ما البلاطة هذه وفيه موية لو حطينا بينهم ربلة أو سفنجة ما يحصل شيء. يعني راجع سابق طبعا أسهل لكم بدأ الحسبة هذه في تطبيقات كثيرة اكتب BMI Calculator موجود. قبل ما يتم عمل استراتيجية وجدوا أنه لا يمكن عمل خطة وتتواكب مع رؤية المملكة 2030 حتى يكون فيه قطاع بيئي مهم جدا فأنشئت وزارة البيئة والمياه والزراعة. لا حماية البيئة تبدأ من الجميع ابتداء من وزارة التخطيط من تخطيط المدن تخطيط الطرق تخطيط مناطق التنمية. المدن الصناعية يجب أن تخطط وتعرف أين يمكن دراسات تقييم الأثر البيئي الطرق الموانئ محطات الطاقة كل التعليم والتوعية والدراسات العليا في الجامعات كل هذه الآن صارت خطط التنمية داخلة ومتوغلة على أساس أو حماية البيئة داخلة ومتوغلة في جميع القطاعات. أهم شيء هذا قال
مزرعة بارك الله له وبارك الله فيكم، الله يرفع قدركم ويحييكم ويا مرحبا بكم. الله يحييكم تحية المطر في وادي ثرج. مرحبا واهلا هلا، عد الأمطار يا مرحبا واهلا هلا، عد الأمطار عد السيول وعد وكن الغزيري يا مرحبا واهلا، شذا طيب وازهار لين أسلست من كاظمات الغمامي. مرحبا لنا ان علمنا بعشاكم عند هادي، والله يرحم والديه ويكثر خيره وخير ووالديك. نبغى تعطونا موعد بكره الغداء ومرحبا بالحاكم، ولا نقبل عذر ونطلب الله سبحانه ثم نطلب الغداء بكره، لا ندخل على الله ثم عليكم. بضيافه ابو علي ناصر بو خليل الفارس الوانعم، ونعم مرحبا في ترجيف الحانث ودينا من عصر على اجدادي، وديني سوامية وادي قالها الشيخ ابن غيثاني وعن الشيخ ابن عيفاني، والوطن نغليه من حيبه من 300 سنة واكثر، والسيادة لسا عوداريه. مرحبا والله مسهلا، مرحبا مرحبا ومسهلا مرحبا. أبرك الحزات يوم التقينا بكم، يا رجال العلم والمعرفة والقبائل ودنت عدونها مرة ثانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قوة الله يحييكم، مرحبا ألف عند من سلم الله. باسم اللجنة السياحية للغرفة التجارية نسعد بوجودكم في محافظة طيشة، ونسعد أن نقدم لكم هدايا رمزية عبارة عن محبة وتقدير. فليتفضل رئيس اللجنة السياحية للغرفة التجارية بمحافظة طيشة الأستاذ نسعد المساعد.
الشهراني في تسليم الهدايا. ولكني صعدت مما أحلت صدري من حسن استقبال أهل المنطقة سواء من بني الحارث أو غيرهم، وما أتانا من هدايا من أخونا رئيس اللجنة السياحية في الغرفة التجارية بيشة إلا عنوان طين المعدن وكرم الرجال، وهذا والله المقدم ولهم منا جزيل الشكر والعرباء. سيبقى ما حفره في قلوبنا من جميع سميعهم إلى أن نموت ونرقى ونحن لهم شاكرين ولمعروفهم مثمنين. معلم قناصة، معلم مو مدرب، معلم المعلم دولي، وحصلت على المركز الثاني من 600 متسابق في سويسرا. كافو واحد منكم. مرحبا، الله يطول عمر. مرحبا باللي خدم دولته بخلاص، جيتونا في طايره ولا جيتو بخلاص، عنا بالحرز من الصور للنماص، كل منا له مقام ومضوف خاص. وارحبوا في حلة استاذنا فلاح واخوانا الابطال كالسابت الامداح. كفو